أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، جاء في ما معنى حديث لا يأم رجل قوما وهم له كارهون، ما ضابط الكراهية في ذلك؟ كراهية في الدين، إذا كانوا يكرهونه لدينه أنه مبتدع أو عنده فسق أو مخالفات شرعية فإنه لا يجوز أن يأمهم وهم يكرهونه. أما إذا كانوا يكرهونه كراهية شخصية لكراهية نفسية بينهم أو لأمر من أمور الدنيا فهذا لا يدخل في الحديث. نعم.